السلام عليكم. في دولة مجاورة لمصر عملت لها مشكلة كبيرة لما مصر اعتمدت على الدولة دي في انها تستقبل منها في اليوم الواحد تقريبا مليار ادم مكعب. الرقم بيزيد بينقص، ممكن يبقى 1.2 مليار وممكن يبقى اقل من مليار، لكن انت كنت معتمد عليها في مكون رئيسي من احتياجاتك من الغاز. يعني ايه حضرات؟ يعني النهاردة احنا احتياجاتنا حوالي 7.3 أو 7 مليار أدم مكعب غاز في اليوم الواحد. بننتج من 7 مليار 5 مليار أدم مكعب، والباقي بنستورده من الدولة دي أو فيه عجز. يعني إحنا عندنا بنستورد مليار وعندنا عجز مليار وعندنا إنتاج 5 مليار. طيب، ففكرت الدولة إنه ممكن الدولة التانية اللي بتعتمد أو بنعتمد عليها في إن إحنا بنستورد منها، طيب ما الدولة دي ممكن تستغل الظروف وتيجي تقطع عندك زي ما حصل قبل كده، وتقول لك انا عندي ارتفاع في درجات الحراره، عندي احتياجات محليه مرتفعه. وده اللي حصل، لانه حصل اخطار من CNN بتقول انه اسرائيل اختارت مصر انها تقلص من صادراتها من الغاز لمصر. بيتكلموا على تقليص 200 مليون ادم، يعني هينقصوا صادراتهم لمصر بمقدار 200 مليون ادم. فممكن تجد انه اللي جاي لك حوالي 800 أو 900 إذا كان وصل لك مليار، أما إذا كان وصل لك مليار واتنين من عشرة فهيبقوا مليار أدم في اليوم الواحد. طيب مصر تعمل إيه؟ مصر قالت لهم خلاص، طالما أنتوا مش محل ثقة أو إن إحنا مش هنمشي مع بعض بالطريقة دي، رغم إن في تعاقد والتعاقد ده مدته 15 سنة بمقدار حوالي 19 مليار دولار. ده رقم، وكان في هذا التعاقد اللي كان في 2020 ان انت هتستورد منهم 85 مليار متر لمدة 15 سنة. في كلام اخر بيقول ان هم 64 مليار متر، بتدفع على المليون وحدة حرارية 6 دولار. طيب النهاردة بدأت تلجأ لطرق اخرى، فبتعمل حاجة هي ان انت تتعاقد على شحنات فورية. الشحنات الفورية دي هيكون سعر المليون وحدة حرارية فيها مرتفع قياسا بالرقم اللي انا قلته لك اللي هو 6 دولار. يعني مثلا عندك رويترز بتقول لك انت هتستورد المليون واحدة حرارية بحوالي 12.5 دولار. طيب هستوردها ليه بالسعر ده؟ انت طالب شحنات فورية. الشحنات الفورية دي هيكون فيها علاوة اسمها علاوة الدفع الآجل اللي انت مش هتدفع فورا، وفيها علاوة استلام عاجل. فهتيجي تبص تلاقي 12.5 هتدفع عليهم علاوة 1.5 دولار، فهتجدها حوالي 14 دولار للمليون وحدة. ممكن كمان تدفع دولار كمان على العلاوة الأخرى اللي هي الدفع الأجل، فتجد أنت ممكن تصل 15 دولار للمليون وحدة حرارية. طيب ده معناه إيه؟ ده معناه أن احنا اعتمدنا على مصدر واحد غير موثوق فيه. المصدر ده فضل أنه يعني أحيانا بيقطع عنك تماما، حصل انقطاع في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وبدأ يجيب لك في يناير وفبراير، بدأ يزود 25% في فبراير، وبعدين بدأ يزود المعدل الطبيعي، بيجيب لك منه حوالي 8 مليون او 8 عفوا مليار متر مكعب في السنة من حقلين عندك اسمهم تمار وليفيثان. الاثنين دول تقريبا مناصفة غاز بيجي لك من الحقلين دول. طبعا ارقامك معهم ارقام حلوة، يعني انت لما تقول 6 دولار للمليون وحدة حرارية مقابل 14 او 13 او 15 دولار هتستورد بها غاز بشحنات عاجلة اليومين الجايين، فانت طبعا الرقم اللي انت بتستورد به غاز منهم هيكون رقم افضل. ولكن طبعا الرقم ده مش ملبي الاحتياجات عليه، فانك عملت طلبات جديدة واستخدمت سفينة تغويز موجودة النهاردة في منطقة العين السخنة، هتستورد عليها الشحنات اللي هي الغاز المسال، يتعمل له تغويز، يتعمل له اعادة للصورة الغازية ويضخ فيه الشبكات المحلية. رويترز كمان بتنقل خبر مهم في هذا الشأن، ان انت مش هتستورد بس 17، لا انت زودت عدد الشحنات اللي انت هتستوردها ل20 شحنة، و20 شحنة بالسعر ده، فدي تضحية كبيرة من مصر لاجل عدم انقطاع الكهرباء. او ممكن يكون خطأ في الاعتماد على مصدر واحد، ولكن برضو حتى لو انت معتمد على المصدر ده فانه هناك ايضا عجز. حتى لو لبالك كل احتياجاتك اللي انت عايزها منه هيفضل فيه عجز. العجز ناتج عن زيادة الاستهلاك، والعجز ناتج عن ارتفاع درجات الحرارة، والعجز ناتج عن السحب الكبير ووجود لاجئين في مصر. عوامل كتير خلت ان احنا وصلنا الرقم 36 ألف ميجا وات، ما حصلش قبل كده ان احنا نستهلك رقم زي ده في اليوم. وعليه فانه كان لازم يقطع الكهرباء
عشان هو مش قادر يلبي احتياجاتك من 36,000 ميجا وات. فأصبح الموضوع منقسم لعوامل كتير كلها بتصب في أنه هناك ضغط عليك أنك لازم تبحث عن بديل. كمان حقولك من الغاز إنتاجها ناقص، يعني مثلا حقل زهر اللي كان بينتج 3 مليار أدم مكعب في اليوم الواحد أصبح ينتج 2.3 أو 2 أو حتى واحد آخر رقم معايا 1.9 مليار أدم مكعب في اليوم الواحد، وهو بيمثل 40% من إجمالي إنتاج مصر من الغاز اليومي اللي بيمثل 5 مليار أدم مكعب غاز في اليوم الواحد. فدي طبعا كلها عوامل ضاغطة على البلد اضطرتها إنها تستورد شحنات عاجلة، شحنات غالية جدا بعد توقف المصانع وبعد الأزمات في انقطاع الكهرباء وبعد الضجيج الكبير اللي حصل خلال الفترة اللي فاتت. طبعا يا حضرات انتوا عارفين ان احنا مش بنعتمد فقط على حقل زهر في انتاج الغاز، زي ما بقول لك هو بيمثل 40%. عندك حقل زي غرب النيل، حقل نورس، حقل بلطيم، اتول ده شمال دمياط، غرب الدلتا، دسوق، ابو قير، المنزله، الابيض، كل دي حقول بننتج منها الغاز او بتدخل في انتاج الغاز بحصص ونسب، لكن اكبرهم زهر وغرب النيل ونورس، وبعدهم بقى بيجي بلطيم واتول، واقلهم حقل الابيض اللي بينتج 100 مليون ادم في اليوم الواحد. فعندنا حقل بينتج 2 او 1.9 مليار في اليوم الواحد وحقل بينتج 100 مليون ادم في اليوم الواحد، فرق كبير جدا. حاجه مهمه ايضا حضراتكم تكونوا عارفينها، 37% من استهلاك الغاز في مصر بيدخل على المنازل، يعني الطاقه كهرباء 37% من الغاز المستخدم في ده بيدخل على المنازل. الغاز حضرات عشان تكونوا عارفين مش كله رايح لانتاج الكهرباء، 62% منه فقط اللي راح لانتاج الكهرباء، والباقي بيدخل في عمليه تصنيع الاسمده اللي انا قلت لك عليها في بدايه الحلقه. فعندك 37% من الغاز بيدخل في استخدامات منزليه، 30% بيدخل في الصناعه، عندك في المرافق العامه 14% سواء مؤسسات حكوميه او غيرها، عندك تجاري بيدخل في 4.5% وده رقم قليل جدا لان احنا عندنا محلات تجاريه كتير جدا لكن معظمها مش عامل العداد التجاري، عندنا بنود اخرى بتتكلم في 8%. فدي بنود استخدامات او دخول الغاز في الاستخدامات المحليه في مصر. كل ده احنا كارقام لازم نكون عارفينها عشان نفهم الوضع باختصار وبوضوح. الوضع اللي احنا شايفينه هو وضع صعب، ولكن مهم جدا فهم هذا الوضع ونعرف انه طبعا ازمه الطاقه هي مش بس موجوده عندنا، الكهرباء بتقطع في دول، انا اكتشفت ان في دول عظمى الكهرباء بتقطع فيها، دول اقوى مننا بمراحل اقتصاديا الكهرباء بتقطع فيها، وبالتالي الامر ده امر يجب الانتباه اليه ورؤيته عن قرب. ومساله ايضا تغير المناخ مساله كانت حاسمه في اتجاهنا لهذا الاتجاه، زي بقول لك عوامل كتير اتجمعت عشان تصل بينا لهذا الامر. ربنا يحفظ مصر، بشكركم جدا والسلام عليكم.